بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الله وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين كلامنا حول الإخلاص في طلب العلم ونشر العلم وبعد ذكر الآيات والأحاديث عن طريق العامة والخاصة كان عندنا إشارة إلى بعض الأحاديث الواردة عن الأنبياء عليهم السلام ومن باب المثال ذكرنا حديث جرى بين خضر على نبينا وعليه عليه السلام وموسى على نبينا وعليه عليه السلام هناك في الكتاب حديث عن عيسى عليه السلام عن عليه السلام ولكن الآن ننتقل إلى الفصل, الـ يعني الفصل بعد ذلك وإن شاء الله أنتم تستطيعون تقرأوا بأنفسكم الآن نبدأ الفصل الثالث في مكايد الشيطان وأهمية الإخلاص خب الشيطان دائما يريد أن يغوينا وأقسم بهذا فالشهيد الثاني يقول يجب أن نكون دائما حذرين يقول هذه الدرجة وهي درجة الإخلاص عظيمة المقدار كثيرة الأخطار الأخطار كثيرة كل شيء مهم كل شيء عظيم القادر طبعا الأخطار أيضا تصبح كثيرة إذا عندكم ذهب أو عندكم قطعة من الحديد الأخطار بالنسبة للذهب أكثر دقيقة المعنى إن ليس كل إنسان بالسهولة يعرف هل هذا ينسجم مع الإخلاص لا ينسجم مع الإخلاص في بعض الاحيان هناك ذرائف دقائق صعبة المرتقا يحتاج طالبها يعني طالب هذه الدرجه الى نظر دقيق وفكر صحيح ومجاهدة تامة وكيف لا يكون كذلك أصلا هذا شيء عادي ويجب أن يكون كل شيء مهم يكون هكذا وهو مدار القبول أعمال لو لم يكن خالصة لا تقبل في الحديث يقول الله سبحانه وتعالى أنا خير الشريك إذا شخص عمل شيء لله وللشريكه شخص شخصا او شيء، الله يقول انا اترك كل شيء لذاك الشريك. مدار القبول وعليه يترتب الصواب وبه تظهر ثمرة عبادة العابد وتعب العالم، عالم يتعب في تحصيل العلم ثمرة تعب العابد باخلاص. وجد المجاهد ولو فكر الإنسان في نفسه وفتش عن حقيقة عمله لوجد الإخلاص فيه قليلا بعض الناس يتصورون كل أعمالهم خالصة ليس بالضرورة هكذا نعم ربما إن شاء الله هكذا ولكن في كثير من الأحيان الذي يتصور كل أعماله خالصة هو بسبب عدم الدقة سبب اعجابه به نفسهی. لو فکر الانسان في نفسه و فتش عن حقیقت عمله لوجد الاخلاص فيه قلیلا و الفساد إليه متوجهه و عليه علیه متراكمه. المتصف بالعلم و طالبه طالب اهل العلم بسبب خصوصيات في العلم شأنهم خطير جدا لماذا هو يوزع بنفسه فإن الباعث الأكثرية سيما في الإبتداء إن شاء الله شيئا فشيئا إخلاصهم يصبح أكثر ولكن في الإبتداء بعض الناس لطلب الجاه لطلب المال لطلب الشهرة انتشار الصيت لذة الاستيلاء الفرح بالاستتباع الناس يتبعونني الناس يحمدونني استثارة الحمد والثناء أو ربما مثلا تحريز الوالد والدة فيريد أن يجعلهما مثلا يحبانه أكثر يقول بسببهما أنا أذهب إلى تعالى في البداية يمكن أن يكون هذه الأمور ربما أيضا في النهاية ولكن هو يقول الباعث الأكثر سيما في الابتداء لباغ العلم باغ العلم من طالب العلم طلب الجاء وكذا وكذا ولكن هل هم يفهمون؟ ليس بالضرورة ربما لا يفهمون لماذا؟ لأن الشيطان يغطي هذا الحب للجاه والمال والشهرة يغطي عليها يقول ربما يلبس عليهم الشيطان مع ذلك ويقول لكم لهم قرضكم نشر دين الله إذا عندك مستمعون أكثر أنت تشتاق وتفرح ليس بسبب حبك للشهره وحبك للاتباع، لا لانك ترى ان طلاب العلم المشتاقون للقضايا الدينيه اكثر، لهذا انت تفرح. ولكن في الواقع هذا غطاء من الشيطان، لا هذا الشخص يفرح لانه هو صاحب هذا المنبر. لو كان شخص اخر ما كان يفرح. اذا كان يفرح الحمد لله. نوزع الآن. الشيطان يقول لهم غرضكم نشر دين الله والنضال دفاع عن الشرع الذي شرعه رسول الله بعناية الله بإرادة الله. خب متى يظهر هذه الأمور حقيقتها؟ یتبین عند ظهور احد من الاقران مثلا هناك شیخ او سید من قرنای من اقرانی هو اکثر علما من و احسن حالا الناس يحبون منبره و صلاته و درسه اکثر مما من يحبون منبری او صلاته و کذا صلات بحيث يصرف الناس عنه ونحن في قرية أو مدينة واحدة أو في حي واحدة والناس ليس عددهم ما لا نهاية له إذا يذهبون هناك فمن يأتي إلى مجلس أقل فلينظر حينئذ هذا موقع الاختبار اختبار القلب والنيه و انکان حاله مع الموقر له و المعتقد لفضله احسن و له اکثر احتراما و بلقائه اشد استبشارا من من یمیل و الى غیرهی مع كون ذالک الغیر مستحقا للموالات اذ شخص من صلاة جماعتي من أتباعي يأتي أنا أفرح كثيرا إذا شخص ملتزم أن يذهب صلاة جماعة ذاك الرجل أفضل مني أنا لا أفرح كثيرا أصلا لا أريد أن أحترمه ربما أصلا أشتمه لا أقول لماذا لا أقول مثلا أشتمك لأنك تذهب تلك الصلاة لكن بسبب شيء اخر انا اجد شيئا اخر واشتمه هذا يدل على انه ليس هناك اخلاص فهو مغرور وعن دينه مخدوع وهو لا يدري كيف ربما اصلا هو لا يفهم لانه ما كان يحتاط ويواظب من البدايه ربما انتهى الامر به اهل العلم الى ان يتغايروا تغایر النساء شق على احدهم ان یختلف بعض و تلامزت الى. ربما مثلا بعض الزوجات عندهم غیره بالنسبه الى من یلتقی مع زوجها هذا العالم نفس الغيره ربما تلك الغيره في مكانها صحيحه ولكن يصبح عندهم غيره اذا مثلا طالب يدرس عنده يذهب الى استاذ اخر هو يختار عنده غيره لا يحب ربما يغضب ربما يشاجر فهذا يدل على أن النية ما كانت لله سبحانه وتعالى لو كان بعد عدة أسطر يقول لو كان الباعث له على العلم هو الدين إذا هدف هو خدمة الدين لكان إذا ظهر غيره شريكا يأخذ قسما من المهمة على عاتقه ويجب أن أفرح الحمد لله هناك لي شريك هناك وزير هناك مساعد هو أصلا هو يأخذ كل شيء مستبدا بمعنى يعني يأخذ كل شيء العاتقي أو معينا ما هو شريك أو معين أو يأخذ كل شيء العاتقي لا شكر الله إذ كفاه وأعانه على هذا المهم بغيره يقول الله اشكرك انك جعلت لي شخصا يهتم بهذه القضيه الحمد لله كثر اوتاد الارض كثر المرشدون للخالق معلمون محيون لسنن المرسلين لماذا انا غير فرح الشيطان ياتي مره اخرى لعجل ان لا يسمح لهذا شخص يفهم يقول لا انت دین و بالدين و والثواب الان الناس يذهبون الى درس ذاکر عالم و الى صلاة ذاکر عالم يستمون منبر ذاكر عالم خب انت تفقد الثواب لو ما كان عالم موجودان كل الناس كانوا يأتون إلى جلستك ومجلسك من بركة وكان ثوابك أكثر فالشيطان يريد أن يغطي ربما لبس الشيطان على بعض العالمين ويقول إنما غمك لانقطاع الثواب عنك لا لانصراف وجوه الناس إلى غيرك إذ لو رجعوا إليك قولک تَعَذُوا بقولك وَأَخَذُوا عَنْكِ لَكُنْتَ عَنْتَ الْمُثَابِ فَالْآنْ اِخْتِمَامُكَ لِفَوَاتِ الثواب سباب شد جاید هذل اختمام لفوات سباب محمودون شهید اثانیه یقول لا یدری هذا مسکین هذل شخص الذي يجب أن يترحم لا يعرف أن انقياده للحق وتسليمه الأمر لأفضل أو لأفضل أجزل ثواب يعني إذا أنت تكون تسليم تقول أنا أريد أن أختم الدين أنا جاهز الحمد لله شخص آخر استطاع أن يجذب الناس يستقطب آراء الناس الحمد لله أنا مستعد إذا كان هناك حاجة أنا موجود إذا ليس حاجة الحمد لله أنا إذا ربما أذهب إلى منبري وأستفيد ليس مشكلة فكان أجزل ثوابًا وأعبد عليه في الآخرة يعني يعود عليه بالثواب أكثر من أن يكون منفردا وليعلم أن أتباع الأنبياء والأئمة لو اغتموا من حيث فوات هذه المرتبة لهم واختصاص أهلها بها لكانوا مذمومين في الغاية يعني حتى لو كان أولياء الله الذين نحن نفترض أنهم أولياء الله كانوا هكذا كانوا مذمومين يعني لا يقبل من أي أحد بل انقيادهم الى الحق وتسليم الامر الى اهله افضل الاعمال بالنسبه اليهم هذا من باب رعايه الحق من باب الامانه من تقدم على المسلمين وهو يرى ان فيهم من هو افضل منه فقد خان الله ورسوله والمؤمن هذا كله من غرور الشيطان وخدعه بعد ذلك هو يستمر ان شاء الله نحن في الجلسه القادمه اذا نواصل هذا البحث نسال الله سبحانه وتعالى ان ينعمنا بنعمه الاخلاص وهو يعني شيء جذري ومسيري لا يمكن ان نفعل اي شيء من دون الاخلاص نسال الله ان يوفقنا ان نكون مخلصين في اعمالنا في نياتنا في تصرفاتنا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين